حمدي متصل بينا عايز اساله برضو ايه اقصى طموحه في مصر. اتفضل يا حمدي. ايوه استاذ احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كم سنه يا عم حمدي؟ انا عندي 42 سنه. ايه اقصى طموحك في البلد دي؟ انا اقصى طموحي في البلد دي ان نلاقي الغلبان لوضع، نلاقي الجعان لوضع، ولا ايجيبت ولا مش ايجيبت. احنا مش بتوع ساحل شمالي ولا بتوع، احنا بتوع اللقمه، احنا بتوع المصلحه، بتوع الشغل. فين المصانع؟ فين الزراعه وفين الصناعه وفين التعليم المحترم؟ فين الكلام ده؟ احنا مش شايفين حاجه، احنا شايفين حاجات كده على الشاشه. الساحل الشمالي والساحل الجنوبي، احنا هنا عايشين في القاهره، احنا في العشوائيات، احنا بتوع العشوائيات. انا عايز انا امني 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 هو جيبي، بيتي، لقمه عيش، اكلي وشربي، وانام واقوم ما بفكرش في بكره بعدين هنعمل ايه؟ الدنيا هتمشي معانا ازاي؟ انا معايا طفلين هجيب لهم منين؟ هياكلوا ويشربوا منين؟ هعمل معاهم؟ انا ماليش دعوه بالساحل الشمال، انا عايز اقوم الصبح الاقي حالي ايه؟ حد الادنى للاجور فين؟ اللقمه الحد الادنى ايه؟ الحد ال 6000 جنيه دول يعملوا ايه؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انا عندي علشان بيتي يخش له كل يوم انزل، انا لو ما اشتغلتش ما الاقيش اكل، انا لو ما اشتغلتش ما الاقيش اكل. وبعدين هنعمل ايه؟ الشباب دي هتعمل ايه؟ البحث العلمي فين؟ التعليم الصح فين؟ الصحه الصح فين؟ تكافل وكرامه وحياه كريمه هما ما بينزلوش ليه القاهره؟ انا مش عايز اقول مكان انا فين في القاهره. لا ما تقولش. يعني انا عادي، انا عامل فيديو ومنزله. لا ما تقولش حاجه. فاحنا هنعمل ايه بعد كده؟ فين الصح؟ فين اللي هيتعمل معاش؟ انت عندك الشباب بتوع ايجيبت بتوع الساحل الشمالي دول بابا وماما بياكلوهم وبيشربوهم. العربيه الفراري، انا راجل لا مؤاخذه يعني، معلش انا سواق نقل عرباجي. لا لا لا، اجيب منين؟ مسؤول مني عربيه. لا لا، انا بقول الكلام الصح، احنا بتوع النقل، احنا سواقين، انا راجل مسوق مني عربيه بقالي 10 سنين. مين اللي جه خبط عليا وقال لي انت جعان ولا شبعان؟ مين اللي جه وقف معايا وجه قال لي انت عامل ايه؟ عيالك كاتوا ولا ما كاتوش؟ انا لا معايا اهل ولا معايا، وعملت فيديو اقسم بالله كله عاتبني عليه وكله اتكلم معايا في الغلط عليه. فانا تعبت، هنعمل ايه؟ احنا مش بتوع ايه؟ خد يا عم القاهره اللي انت بتقول عليها مصر الجديده دي وتوكل على الله. احنا هنا بتوع مصر القديمه، احنا بتوع العشوائيات، احنا بتوع السيده نفيسه وبتوع السيده زينب وبتوع دار السلام وبتوع الملقه وبتوع الزهراء وبتوع بص، احنا هنا، احنا الناس بتوع الاكل والشرب بتوع المام. انا ماليش دعوه باللي انت بتعمله، الكلام اللي انت بتعملها ديت بتعملها للي معاه عربيات. احنا هنا ما معناش عربيات، احنا عايزين نقوم كل يوم الصبح ندور على لقمه عيش، الحاجه بتغلى والدنيا بتغلى، احنا هنغلى امتى؟ هنجيب منين؟ انا تعبت علشان كده بتكلم، يا جماعه هنعمل ايه؟ الدنيا ماشيه معانا ازاي؟ انا ما بروحش الساحل الشمالي، ما بروحش الغردقه، انا يوم ما اجي اخش هنا اخش على النيل، ادي 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 اخش اخطس واطلع. يا جماعه كده ما ينفعش. احنا انا بقالي دلوقتي اكتر من شهرين ثلاثه بنزل اشتغل عند الناس، الناس ماسكاك من حوجتك، الناس ماسكاك من حوجتك، بتقول انا عايز اشتغل، ماسكك من حوجتك، ماسكك من ايدك اللي بتوجعك علشان عندك بيت وعندك عيال. هتشتغل باللي انا بقول لك عليها تشتغل بيه؟ مش هتشتغل بيه، اتوكل على الله. ياخدك يفحتك، انا بنزل اشتغل 19 ساعه سواق نقل، 19 ساعة سواء شغال في خاصة على العربية جامبو. هنجيب منين احنا للكلام دوت؟ أنا راجل عندي طفلين، أنت بتقول اللي عنده خمسة واللي عنده ستة، عندي بطاقة التموين نفر واحد. لا هو أبويا وأمي وأخويا، لا هو ونفر واحد. فين تكافل وكرامة؟ ما جاش ليه بس عليا؟ بيتصل واحد بيعمل خير من قيمة أسبوع ولا حاجة، بيعمل خير، بيتصل بيا يقول لي أنا عايز منك زكاة. بقول له انا عايز اللي يزكي عليا، اجيب منين؟ اشكرك يا حمدي. انا يعني هاخد السؤال اللي انت قلته ده، تعالوا على الكاميرا دي يا جماعه. السؤال ده انا عايز اساله لكل حد مسؤول في البلد دي. اذا كان
كل حاجة بتغلى في البلد، امتى المواطن يغلى؟ ده سؤال بيسأله حمدي وعنده حق. كل حاجة بتغلى في مصر، امتى المواطن يغلى؟ امتى المواطن يحس بقيمة في البلد دي؟ ومن حق الناس تسأل، وانتوا المفروض شغالين عند الناس، وانتوا المفروض يا حكومات ويا أصحاب السعادة ويا أصحاب الفخامة ويا أصحاب الكرافتات الجميلة واللياقات البيض الشيك، انتوا المفروض بتشتغلوا عند المواطنين وقيمتكم من قيمة الخدمة اللي بتقدموها للمصريين. مش قادرين تخدموا الناس؟ مع السلامة، خلوا الناس تجرب غيركم.